ليه ولحتى نعرف تفاصيل عن هي الحمله معنا الاستاذ محمود الكوام مدير التخطيط والتعاون الدولي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح سعيد وصباح الساده المشاهدين على الاخباريه. يسعد صباحك استاذ محمود. يعني طلعنا شوي على المؤتمر او على الورشه الصغيره يلي اطلقتوها بوزاره الشؤون، ولكن في كثير ناس ما بيعرفوا شو هي، خلينا نتعرف عليها اكثر. صحيح، هي الحمله الوطنيه للاستجابه الاجتماعيه الطارئه. الهدف الاساسي من هي الحمله انه نحن نحشد الجهود، هي عباره عن تكامل الجهد بين الجهات الحكوميه ممثله بوزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، وزاره الاداره المحليه والبيئه، وبين الجهات الاهليه ممثله بالجمعيات الاهليه، وايضا المسؤوليه الاجتماعيه لدى القطاع الخاص. من خلال هي الحمله حسنا نحشد جهد 10800 متطوع موجودين بكافه جغرافيا سوريا، معرفين بحسب مكان اقامتهم. يعني انا اليوم لنفترض متطوع باحدى الجمعيات الاهليه، ولكن انا لما عم اعرف حالي ضمن اطار هذه الحمله ما عم اعرف حالي متطوع بهي الجمعيه، عم اعرف حالي متطوع ساكن بإتسيا، ساكن بالمهاجرين، ساكن بركن الدين، بحسب مكان الاقامه. وبكل الاراضي السوريه على مستوى أيضاً؟ كافه المحافظات، يعني بكل المحافظات. نعم، على مستوى كل سوريا. هذه الحمله هي حمله وطنيه. جنبا الى جنب مع هؤلاء المتطوعين في عندنا لجان الاحياء اللي هن منتخبين واللي هن ادرى باحيائهم، عم يشكلوا المتطوعين زائد لجان الاحياء عم شكلوا فرق العمل. فرق العمل هي اللي عم تشكلنا، او عم خليني اقول عم تكون ادواتنا التنفيذيه على الارض لنعمل وصول للمستفيدين. ولحتى نحدد المستفيدين اطلقنا قناه الكترونيه اللي عم يسمعوني لازم يسجلوا فيها. لحد هلا نحن قلنا بطلقينا 4 أيام 5 أيام، رح يصير لحد اليوم تجاوزنا 262,000 مسجل. القناه الالكترونيه بتهدف التسجيل بثلاث فئات: المسنين من عمر 70 سنه واكثر، الاسر التي ترعى حالات ذوي اعاقه، والعمال المياومين والموسميين اللي فقدوا اعمالهم نتيجه التدابير الاحترازيه لفيروس كورونا. التسجيل جدا سهل وبسيط بضمن هذول الثلاث فئات. شو الاسم؟ NCSR اللي هي الانيشلز ناشونال كامبين فور سوشيال ريسبوند. NCSR فينا نهجيها للمشاهدين. NCSR.SY. اوكي. وبكل الاحوال اللي عم يسمعوني اذا صعب عليهم يكتبوها يفوتوا على صفحه موقع صفحه الوزاره على الفيس او موقعها، ومنا بيلاقوا الرابط فيهم او بيقدروا يكتبوا بشكل عام الحمله الوطنيه للاستجابه الطارئه على جوجل. بتطلع على جوجل دغري. بالمناسبه الرابط للتسجيل بهي الحمله مجاني. يعني انت اليوم اذا عم تفتحي من موبايلك وما معك وحدات فرضا بيفتح معك وبتسجلي، لانه ما بكلف ابدا. نستقنا مع زملائنا بالهيئه الناظمه لخدمات الشبكه، وهو الخدمات الشبكه والبريد، هو ما في عليه تكلفه فور فري. فهدول الثلاث فئات عم يسجلوا، وما في اي اوراق مطلوبه للتسجيل. يعني انت من الاوراق اللي اوريدي عندك بالبيت، يعني ما في حدا منا الا هويته بطاقته الشخصيه موجوده فرضا اذا عنده، اذا كانت اسره بطاقته الاسريه، اي اذا في بطاقه تكامل كمان في بيحط رقم بطاقه التكامل. هذا لحتى يسهل علينا نحن بمرحله قادمه انه نحن نشبك لحتى نعمل تحقق من قواعد البيانات. طبعا نحن في عندنا خدمات متعدده مستهدفين فيها لثلاث فئات. بالنسبة للعمال المياومين اللي فقدوا أعمالهم مستهدفينهم نحن بمعونة نقدية، وطبعا حطينا معايير للاستهداف. الأسبوع الجاي إن شاء الله مقبلين بمرحلة التحقق لحتى نتحقق من هاي البيانات. الفرق على الأرض هي بدها تكون أدواتنا لحتى نحن نعمل الفيريفيكيشن للناس اللي سجلوا، لحتى بالأسبوع اللي بعد منه بنروح إن شاء الله لمرحلة تنفيذ العمل ضمن إطار. شو هي الأسس اللي اعتمدتوها لحتى تختاروا هي الفئات لحتى تكون هي من الفئات المستهدفة يعني بشكل عام؟ نحن يعني بالبداية لو كنا حابين إنه، يعني كثير ناس قالت إنه إحنا فينا نستهدف بشكل مباشر العمال المسجلين بالتأمينات الاجتماعية، كان فينا نستهدفهم من البداية من دون ما أطلق هذه القناة. ولكن يعني وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والحكومة بشكل عام قالوا لا، نحن في أشخاص هن عمال مياومين، نجار، حداد، دهان، من المهن اللي توقفت نتيجة التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، وما لهم مسجلين بالتأمينات الاجتماعية. نصهم مو مسجلين، يعني حتى اللي عنده بسطة، اللي عنده بسطة يعتبر عامل، عامل يعتبر صحيح، ما لهم مسجل بالتأمينات الاجتماعية. يعني هون عبر شاشتكم أنا بدي أكد على ثقافة التسجيل بالتأمينات. فرضا لو كانوا كل هالعمال مسجلين كنا ما اضطرينا إنه نحن ننطر لحتى نطلق قناة الكترونية ولحتى العالم تسجل ولحتى نعرف مين العالم، فيريفيكيشن لنعرف بالضبط مين منهم بيستحق إنه يتلقى هذه معونة التعطل. فنحن عمليا اطلقنا هذه القناه لحتى تحدد لنا الرينج الواسع من الناس اللي ممكن نستهدفهم، لانه مثل ما بتعرفي الموارد محدوده، تعمل اداره كفؤه للموارد لازم تعرفي بالضبط مين عم تستهدفي. فنحن اطلقنا هذه القناه ضمن هذا الاطار. هلا نحن المعايير هي للاشد فقرا، يعني للاشد حاجه، وبشكل اساسي للمهن اللي تضررت، مو كل المهن،
تضررت نتيجه التدابير. وهلا شفنا بالقرارات الجديده مؤخرا في مهن رجعت، صحيح في مهن رجعت تفتح. استاذ محمود، خلينا نعرف من بعد اليه التسجيل ودراسه الامور بالبدايه، قد ايه دراسه وضع المواطنين رح ياخذ وقت؟ ثاني شيء، شو هي يعني شو رح تقدموا شو حتقدموا مساعدات؟ تمام. هلا نحن بالبدايه مثل ما قلت لك رح يصلنا اليوم تقريبا، نحن اليوم الرابع او اليوم الخامس عفوا اللي اطلقنا فيه القناه الالكترونيه. بالمرحله الاولى لاطلاقها نحن استهدفنا الاشخاص اللي قادرين انه هن يسجلوا، يعني هن يسجلوا عن انفسهم، زائد انه ممكن انا بسجل عن جاري، انت بتسجلي عن جارتك، كمسؤوليتنا نحن كمواطنين تجاه بعض. هلا رح نبلش من بكره فرق العمل اللي على الارض رح تسجل بهذه القناه للاشخاص اللي ما بيقدروا يسجلوا، يعني في ناس مثلا ما عندهم سمارت فون لحتى يفوتوا ويسجلوا ضمن هذه القناه، وفي ناس موجودين بمناطق قد يكون ما عندهم اكسسبيليتي لحتى انهم يتصلوا بهذه القناه ويسجلوا فيها، او ما بيعرفوا ففرق العمل اللي هي موجوده على الارض رح تبلش من بكره ان شاء الله. تم تصميم واجهات ادخال خاصه بفرق العمل، فرق العمل اللي حكيت عنه اللي هن 10800 متطوع زائد لجان الاحياء موجودين على كافه جغرافيا سوريا. وطبعا لهم بانجات خاصه فيهم لانه لازم يكونوا معروفين عند المواطنين مين هن. فعمليا رح يبلشوا كل لجنه حي بالاضافه للمتطوعين تسجل للناس اللي ما حسنوا يسجلوا لحتى نعمل اوسع وصول ضمن اطار القناه. طبعا ضمن تحمل مسؤوليه من المواطنين الوقوف بطريقه صحيحه واخذ الحيطه من العجقه كمان اثناء التسجيل، بدنا ندقق كثير على هي القصه يعني لانه عم نلامس العجقه باوقات من السته للسته، من السته الصبح للسته المساء بشكل كثير كبير لحد هلا. يعني هلا ما في هي القناه الالكترونيه ما بتخلق تماس مباشر بين المواطن، قصدي على المواطنين يلي رح يروحوا يسجلوا. هلا احنا ما رح يروحوا يسجلوا، نحن رح نروح لعندهم بيروحوا يعني فرق العمل بالاحياء هي رح تزور الاشخاص. يعني مثلا نفترض ان اليوم ساكن بمنطقه ركن الدين، فانا بعرف كرئيس لجنه حي انا بعرف انه بهي البنايه في هون مسن، وهون في عندي شخص من ذوي الاعاقه، وهون في ناس ممكن ما يكون عندهم وصول، فانا بروح لعندهم منهم وصار في واجهات خاصه بالادخال لفرق العمل. هيك احسن اذا في لا من دون ما في يعني ما في مراكز معينه لحتى يجمعوا فيها المواطنين لحتى يتلقوا هي الخدمات. هلا نحن مثل ما قلت عندنا ثلاث فئات، المسنين من 70 سنه وفوق. طبعا في نحن بحسب الموارد وعم نحشد الموارد ضمن اطار هذه الحمله، كل ما كان في عندنا موارد اكثر كل ما وسعنا قاعده الاستهداف ووفرنا دعم اكبر لهذه الفئات. ولكن بشكل مبدئي المسنين من 70 سنه وفوق نحن مستهدفينهم بالادويه المزمنه واجلكم بالحفوضات، ممكن يحتاجوا حفوضات. الاسر التي ترعى ذوي اعاقه ايضا نفس الشيء، بالاضافه لسلل صحيه وسلل غذائيه. هلا بالنسبه للعمال المياومين فنحن مستهدفينهم بمعونه اسمها معونه التعطل، وما رح يكون سقفها 100,000 ليره تقريبا يعني لكل اسره. لقد ايه هذا الاستهداف رح يكون؟ يعني هل هو فقط رح يكون لمره واحده؟ لمره واحده. لمره واحده، حتى كمان بالمعونه هو المعونه النقديه لمره واحده. المعونه النقديه لمره واحده، ولكن المعونه اللي هي مواد عينيه يعني قد ايه رح تكون ولكم مره؟ بالنسبه للمسنين وذوي الاعاقه اللي نحن ممكن نستهدفهم، ممكن بأدوية مزمنة مثل ما قلت أو ممكن بسلل صحية وغذائية. هلأ اليوم هاي القناة عم توفر لنا نحن أوسع وصول للشرائح المستهدفة، فبالتالي كوزارة شؤون اجتماعية وعمل عم ترسم لنا خارطة الاحتياج. نحن هون عم نقاطع البيانات مع اللجنة العليا للإغاثة مع الجمعيات الأهلية، فهون كمان أنت صار في عندك إدارة كفوءة بالموارد. يعني اليوم لنفترض أنه مثلا في عنا 200,000 سلة غذائية لازم توزع شهريا فرضا، فانت هون عم تقارنيها مع الاحتياج على الارض، فبيبين معك وين الفجوات عم تكون، وين عم يتركز الجهد، ففيكي ترجعي تعيدي تنظيم هذه الموارد لحتى يكون في عندك وصول لاكبر عدد ممكن من المستفيدين. وهي وحده من المخرجات خليني اقول اللي ممكن تفيدنا على المستوى الاستراتيجي بالحمله الوطنيه للاستجابه الاجتماعيه الطارئه. نعم. استاذ محمود، خلينا نحكي عن الفرق التطوعيه كمان، يمكن هذا العمل اعتدنا عليه بسوريا وخاصه بالسنوات الماضيه بظل الظروف الصعبه يلي مرقت على البلاد. شفنا كثير من الفرق التطوعيه، شفنا كثير من الشباب والصبايا صار هاجسهم او هدفهم بالحياه انه هن يتطوعوا. العمل التطوعي اليوم باحتضانه من خلال وزاره الشؤون وكمان تماما، خلينا نحكي عن هي النقطه قد ايه مهمه. يعني فعلا حضرتك اشرتي سؤال جدا مهم. اليوم لما اطلقنا الحمله نحن كان في عندنا طريقتين لحتى نوصل فيها للمتطوعين. اول شيء تواصلنا مع الجمعيات الاهليه وقلنا لهم ابعثوا لنا قاعده بيانات المتطوعين الموجودين عندكم. بعدها منا لحتى نحن نعمل فيريفيكيشن او تاكيد اكثر للمتطوعين، بعثنا رسائل اس ام اس للمتطوعين وطلبنا من كل متطوع يحدد مكان اقامته. يعني فعلا اليوم لما بنحكي على 10,800 شاب وشابه سوريه،
على تراب سوريا رغبانين يقدموا من وقتهم ومن جهدهم بظل هذه الظروف الاستثنائيه، فهذا بيعطيك مؤشر قديش، وطبعا بدون مقابل، فهذا بيعطيك مؤشر قديش الشباب السوري قادر انه معطاء وقادر انه يعطي، وبتعكس تكامل الجهد بين الجهود اللي عم تبذلها الحكومه والجهود اللي عم تبذلها المنظمات غير الحكوميه من الجمعيات الاهليه والمسؤوليه الاجتماعيه لدى القطاع الخاص. وحتى اذا بدي احكي، هلا حكينا نحن على الجهود التطوعيه عند الشباب وعلى الجمعيات الاهليه، اذا بدي احكي على المسؤوليه الاجتماعيه بالقطاع الخاص، اليوم هذه القناه اللي احنا اطلقناها هي نفذناها بالتعاون مع شركه ام تي ان، هي يعني احدى الشركات بالقطاع الخاص، فعمليا هي تكامل جهد بيننا وبين الام تي ان. خرائط تفاعليه صممنا لكل محافظه من المحافظات خارطة تفاعلية، الخارطة التفاعلية فيها نقاط فرق العمل موزعة على الأحياء، فأنت بتكبسي على نقطة فرق العمل بيطلع لك على الحي، بيطلع لك مين فرقة العمل الموجودة بالاسم وبرقم الموبايل، زائد توزع المستودعات اللي حيكون فيها المواد اللي نحن بدنا نوزعها، زائد نقاط الهلال الأحمر العربي السوري. وفي نقطة كمان بدي نوه عليها، من ضمن البيانات المطلوبة للتسجيل بالقناة أنك أنت تقولي إذا كان بأسرتك في سيدة حامل بآخر 3 أشهر من الحمل. فهذا بعض الأحيان بيسألونا إنه ليش هذا السؤال موجود، هو موجود، نحن حطينا سيناريو لا سمح الله، وإن شاء الله هذا السيناريو ما بيكون موجود على الأرض، في حال رحنا لحالة حظر تام لا سمح الله، وإن شاء الله ما بنروح لحالة حظر تام أو ما بنضطر نروح لهذه الحالة، فأنت السيدات المقبلين على الولادة لازم تحدديهم وين موجودين مشان تأمني لهم سيارات إسعاف بالتعاون مع الهلال، مع الهلال الأحمر العربي السوري. وفعلا حددنا 115 نقطة للهلال على مستوى الخارطة السورية، وحاولنا نعمل هاي هذا الإطار اللي هو استجابة اجتماعية. طبعا اليوم اطار الاستجابه الاجتماعيه هو اول مره بنحط هذا الاطار لحتى نستجيب لازمه طارئه، يعني ازمه الكورونا على مستوى العالم كلياته هي ازمه طارئه، فعمل لك كمان واحد من مخرجات وعمل لك موديلتي او عمل لك نموذج، انت هذا النموذج فيك بتستخدميه لا سمح الله باي ازمات صارت مقبله، عندك جيش من المتطوعين محشود على الارض وجيش من الداتا كمان في عندنا داتا، يعني جاهزه فورا لانك انت تحركيهم على ادنى وحده اداريه. بس قديش مهم الاستمراريه بهيك، يعني بهي الحمله، يعني مو بس بهذا الوقت يمكن أكيد. المسنين المتضررين من الوضع او اللي عندهم حاله ذوي اعاقه كمان مو بس بهذا الوقت، في هن عم يعانوا فينا نقول من فتره طويله، وبما انه في رح يكون تبرعات انتم رح تستقبلوها بهي الحمله من بعض الاشخاص اللي هن الحابين يتبرعوا ان كان بمواد عينيه او ان كان بمبالغ نقديه لدعم هي الحمله، ليش ما تكون هي الحمله، هل درستوا هالموضوع تكون مستمره وخصوصا اذا كان في دعم من جهات خاصه لهي الحمله، يعني هي ما رح تكون فقط على عاتق الحكومه ان تشيل كل هي التبرعات هي. نحن يعني في احد الاذرع التابعه لوزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، الجهات التابعه لوزاره الشؤون هي الصندوق الوطني للمعونه الاجتماعيه. وجزء من مهام الصندوق الوطني للمعونه الاجتماعيه هو انه يقدم الدعم للفئات الاكثر هشاشه. والفئات اللي احنا مستهدفينهم بالحمله هن من الفئات الاكثر هشاشه. فنحن بعد انتهاء ان شاء الله الجائحه هي بتروح عن سوريا وعن العالم كله. بعد انتهاء هذه الجائحه بكل تاكيد الداتا اللي انجمعت والخرائط التفاعليه اللي انعملت كلها هي اللي حتكون ادوات لدى الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لتحقق له وصول. نحن كان دائما يكون في عندنا سؤال انه معايير استهداف، انت اليوم لما يكون في عندك حجم احتياج كبير لازم يكون في عندك معايير للاستهداف لحتى يكون في عدالة بتوزيع الدعم. والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بالمناسبة نفذ لحد هلا 3 برامج دعم اجتماعي يمكن هن الاكبر بتاريخ الصندوق، اخرهم كان برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العالم، ووفرنا 10.7 مليار ليرة سورية بال 2019 دعمنا فيها 35 ألف مسرح بمكافآت شهرية 35 ألف ليرة لمدة 12 شهر. فنحن عمليا صار في عنا ممارسات طورت الأداء العملي للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، وهي رح يتم ربطها بالحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة لحتى كل هالداتا هي. وأطلقنا بالمناسبة حساب لدعم الحملة، وهذا الحساب رح يكون مثل ما حضرتك بالضبط حكيتي، جمع التبرعات الكاش وجمع التبرعات أيضا العينية اللي ممكن يتم منحها للحملة لحتى نرجع نوزعه نحن على كل المستفيدين. ان شاء الله ان شاء الله يكون في اشخاص خيرين يعني يدعموا هي الحمله. اكيد ان شاء الله. طب كيف بدهم يتواصلوا معكم؟ اي حدا بحب يتبرع؟ هلا اللي عم يتفرج على الاخباريه في الشريط تحت الاخباري بيمرق على كل رقم الحساب، زائد انه نسقنا مع شركتين اتصالات وبعثنا ما يقارب المليونين رساله لحتى يتبرعوا، عملنا رقم
هذا الرقم فيهم لو بمبلغ قليل يعني فيهم يتبرعوا ب 500 فيهم يتبرعوا ب 1500 وفيهم يتبرعوا ب 5000. نعم استاذ محمود يعني خلينا نحكي نقطه، في كثير من المسنين يلي عم يتابعونا ممكن يكونوا سجلوا او صاروا يقولوا سجلنا شو صار وبعدين وايمت بدكم تعطونا اي اعانه او اي اعانه ماديه او كانت او عينيه، شو صار معهم؟ انا بدي ضل اتواصل معهم، انا ما بعرف يعني في مسنين يمكن هلا بدي طمنوا انا عبر الشاشة خاصة بهي الظرف يعني الوضع الاقتصادي والوضع وضع الحظر والوضع بشكل عام يعني قد ايه مده زمنيه رح تتنفذ هي الاعانات؟ يعني بكل تاكيد الاطار الزمني مهم لنا كلياتنا، انا بدي طمنهم عبر شاشة الاخبارية. اوكي اليوم انتم سجلتوا عبر رقم موبايلكم، يعني واحد من المعرفات لهم لحتى يسجلوا بهذه القناة هو رقم الموبايل، وصلوا ايضا كود لكل شخص سجل بيضمن له انه هو سجل ضمن اطار هذه القناة. مثل ما قلت احنا هذا الاسبوع رح نبلش بواجهات التحقق والادخال لفرق العمل على الارض لحتى نحسم الاسبوع اللي بعد منه ندخل بعمليه يعني ان شاء الله بدنا نطمن المشاهدين انه قبل رمضان خلال اسبوعين هلا قبل رمضان بكل تاكيد نحن رح نستهدف الفئه الثالثه اوكي اللي هي العمال المياومين والموسميين. ممكن يكون في عنا مشان ما نتاخر على الناس ممكن نحن يكون في عنا الاستهداف على مراحل، فبالمرحله الاولى رح نستهدف العمال، نعمل مقاطعه بيانات العمال المسجلين بالتامينات واللي سجلوا بالقناه الرقميه عشان يلحقوا على رمضان عشان يلحقوا قبل رمضان 100%. وبالتزامن نحن في برنامج كاش عم نشتغله بمحافظه حلب وبمحافظه دير الزور، كمان هذا قبل رمضان نحن رح ننفذه بيستهدف 4200 اسره، فعم نحاول قد ما فينا نسرع الجهود. كمان احنا بدنا نطلب من المتبرعين كمان قبل شهر رمضان اي مساعدات فيهم يوجهوها ويتساعدوا فيها معكم، يعني شهر رمضان هو شهر الخير والبركه صح وشهر ايه نعم، فعمليا نحن متوجهنا عبر شاشتكم الكريمه لحتى ايضا يكونوا هن مساهمين. نحن من جهتنا عم نوصل ليل بنهار وهي توجيهات السيدة الوزيرة وتوجيهات الحكومة لحتى نحسن نعمل أكبر عدد ممكن من التسجيل ليوصل لأوسع نطاق، زائد آلية تحقق دقيقة كمان يكون في عنا عدالة بالتوزيع لحتى إن شاء الله مثل ما قلت من هون لماكسيموم أسبوعين، بالأسبوع الثالث نبلش بالتدخل ولو على مراحل. يعني ممكن نبلش نحن على سمول سكيل على نطاق ضيق، ولكن رح نوسع نعمل سكيل أب لهذا الموضوع لاحقا بمراحل أخرى ان شاء الله يا رب. بنتمنى لكم كل التوفيق وكل الناس يوصل لها التبرع تبعي اللي سجلوا، وبندعو كل الاشخاص اللي بيعرفوا اي حدا محتاج بهذا الوقت ومن هدول الفئات الثلاثه اللي هن العمال المياومين يلي تضرروا، بنرجع بنذكر 70 سنه وما فوق مسنين. وايضا المسنين وايضا يلي عندهم ذوي اعاقه لحتى يسجلوا بالقناه الرقميه. شكرا كثير لك استاذ محمود ولوجودك معنا. شكرا لليوم. سمعي على الاستضافه. شكرا كثير. ايضا بدنا نذكر استاذ محمود اي شكوى او اي تاخير او اي غلط بيصير في شيء شكاوي، بس خلينا ننوه عليها صفحه وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل أوكي. او صفحتنا على الفيسبوك او موقع وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل في فورم خاص للشكاوي للشكاوي او للتاخير. نحن كثير بدنا نتشكرك وتحياتنا لكل فريق وزاره الشؤون الاجتماعيه وللفرق المتطوعه معكم.